السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديوهات اللي فاتت كنا شرحنا ازاي اربط الموديل 3D بالبرومافيرا او ام اس بروجكت او اكسل او كذا. طيب انا عندي المشروع جه لكن ما عنديش اي ملف اربطه بيه، ازاي بقى ان انا ابدا اخلي فيه شغل 4D؟ في طريقة جميلة جدا، ممكن اجي هنا وابدا اعمل انا التاسكات. يعني اضيف تاسك 1 مثلا اهو، التاسك على فكره العربي لو كتبته ما فيش مشكله اهو. طيب هبدا احدد تاسك 1 ده ايه الحاجات اللي انا عايز تظهر في تاسك 1. هو اوتوماتيك بدا يحدد لي انها هتبدا مثلا من النهارده، فانا هقول له مثلا دول العناصر دي عايزه تبقى موجوده في التاسك دوت، فادوس هنا رايت كليك واقول له اساين سيلكت ريسورس، مش سيلكت اساين ريسورس، في فرق كبير بين الاثنين. اساين سيلكت ريسورس يعني هيبدا يشوف الريسورس اللي موجوده في الثري دي ويبدا يضيفها للعنصر دوت. انما العكس بقى، ان انا اجي هنا واقول له سيلكت اساين ريسورس بيبدا يعمل سيلكت العنصر دي هنا. خلينا ناخد بقيه الحاجات ونشوفها. تاسك 2 اهو، هبدا احدد مثلا بقيه العناصر من هنا لهنا وقول ده assign select resource، وده تاسك واحد وده تاسك اتنين. ممكن تبدأ تحرك كده ان ده هيبقى من يوم كذا ليوم كذا. تمام، بحيث ان انت هنا لما تيجي يبدأ يتحرك يبدأ ان الحاجات تبقى مختفية وتبدأ انها تظهر معي. طيب خلينا نعمل تاسك تلاتة. ونحط في بقية العناصر. وهقول له assign select resource. انا موجود في اليوم دوت فمفيش اي حاجه ظاهره معايا، لكن لما هبدا اتحرك تبدا العناصر تظهر معايا بالشكل دوت. تمام. طيب في حاجه غير كده، في حاجه غير كده هنشوفها دلوقتي. خلينا نعمل تراجع. تمام. طيب في بقى ان انا اعمل سيلكت لكل حاجه اهو، واجي هنا واقول له ان انا عايز اعمل ايه، عايز ابدا احطهم هنا، فاقول له كرييت تاسك، فبيقول لي ات روت ليفل على حاجه ولا اندر سيلكت تاسك. يبقى انا عندي تاسك ممكن احط له دول تحت التاسك ديت او بلو تاسك. طيب خلاص انا هقول له ات روت ليفل، فبقى كلهم موجودين. اقدر بس ايه ان انا اغير التواريخ عشان ما يظهروش كلهم في مره واحده، بس كده كل حاجة بقى لها تاسك لوحدها بالشكل دوت. طبعا كلهم مفروض هيظهروا يوم 15، فده مش صحيح. فتبدأ انت بقى ايه تحرك التاسكات لليوم المظبوط بتاعها. ده بفرض ان انا ما عنديش اي جدول زمني، مفيش بلادر في المشروع، مشروع صغير وانا بحاول ان انا اعمله مانيوال بدون اي ادوات مساعدة او بدون اي ملف يكون فيه الشغل بتاعنا.